السائح الأجنبي لما بيجي مصر أكيد بيبقى منجذب للآثار الفريدة اللي مش موجودة في أي مكان في العالم، وللجو والمناخ المختلف، وكمان الريف بجماله. أكيد مصر غنية بكل مقومات السياحة، لكن في مقوم مهم جدا بيعبر عن التراث والثقافة والحضارة، سياحة الطعام. سياحة الطعام مشهورة في كل أنحاء العالم، المطبخ المصري يستحق ده. أكيد بتقام الكثير من المهرجانات لده. هنعرف أهمية سياحة الطعام في هذه الحلقة من سقارة تابعونا ودنيا السياحة. الأكل المصري منتج سياحي في المقام الأول، زي الحرف اليدوية وزي حاجات كتير قوي بتعبر عن التراث المصري الأصيل، لكن يمكن ما بنهتمش بيها لأن احنا عندنا حاجات كتير قوي، عندنا آثار وعندنا مناخ جيد وعندنا، لكن في الآخر لازم نهتم بيه ولازم نهتم بتوثيق الأكل المصري. معانا أحد أعضاء لجنة التحكيم، اتعرف على حضرتك. أهلا وسهلا بك، اكزيكتيف شيف هاني ميكي، رئيس لجنة التحكيم. أهلا بحضرتك، يعني اكزيكتيف شيف منفذ. يعني حضرتك أكيد شاركت في مهرجانات وحكمت قبل كتير إن شاء الله. إيه المعايير اللي بيتم عليها اختيار لجنة التحكيم؟ المعايير المهمة إن في نسب كتيرة، يعني نسبة التسوية، الملح، البرزنتيشن بتاع الطبق، طريقة المكونات بتاعة الطبق، لازم يبقى فيه بروتين، نشويات، خضروات، هيلسي فود، ولازم تكون بجرامات معينة. كطبق دولي لازم يكون جرامات لي معينة، معنى كده ان لازم يبقى الشيف دارس كويس. بالظبط، لازم يكون اكاديمي اكتر عشان يخش مسابقات. ولجنة التحكيم بيتم اختيارها بناء على مشاركتها في بعض المهرجانات، طبعا بخلاف ان في الحكم لازم يبقى معتمد دوليا، في حكام طبعا معتمدين دوليا اللي بيقدروا بيطلعوا يحكموا بره، ودول أقلية أو في مصر. شايفة يعني حاجات كتبينس سبق، دي إيفنتات شاركنا فيها، دي مسابقات شاركنا فيها الحمد لله، ودي حاجات يعني على مدار سنين. يعني تفتكر إيه أكتر إيفنت شاركت فيه حسيت إنه مميز وإن هو يعني أضاف لك كتير؟ حياء الطبق المصري بيهمني قوي لأنه من تخصص، أنا تخصص أورينتال، مطبخ كلاسيكي، فحياء المطبخ المصري بيهمني قوي، أكتر إيفنت يشدني. هل سافرت مكان معين ولقيت ان هم مهتمين بالمطبخ المصري؟ الدول العربية مهتمين جدا بالمطبخ المصري، لكن أوروبا لا؟ في أوروبا يعني ممكن الملوخية واخدة حيز شوية، حتى في آسيا في دول السياحية الملوخية واخدة، لازم تلاقي مطبخ مصري في وسط المطاعم. فول لا؟ الفول ده يعني فول الصين العظيم ده كان لا الفول فيلم بكليات على فكرة، استخدامنا احنا أكتر ناس نستخدم البول بره، لا بيستخدموا البقوليات بطرق جميلة طبعا، يفطروا بينز اللي هي الفاصوليا البيضة فلان. يعني البقوليات لا ليها احترامها جدا 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 في الطبق الأوروبي. تمام، لو اتكلمنا كمان عن أشهر الأكلات المصرية بعد الملوخية. أشهر الأكلات المصرية في حاجات ما نعرفوش، يعني مسمياتها ما نعرفوش، في طبق مثلا زي الويكا، البامية اللي هي من غير صلصة، دي طبق كلاسيكي صعيدي صح؟ لا مش صعيدي، طبق كلاسيكي، نتكلم على الطبق المطبخ المصري، فهو يعني مش صعيدي او مش صعيدي، يعني بتكلم على المطبخ لكن ما فكرتوش تعملوا مهرجان للاكل المطبخ المصري بتنوعه، يعني اكل من سينا، اكل من مطروح، اكل كده؟ بصي الاكل مطروح واكل سينا، فهو يعني مطروح شويه مطبخ ليبي، الاكل السيناوي شويه مطبخ خليجي، يعني او البحر الفلسطيني، في سينا في جزء كبير لا اكل فلسطيني. طيب، وطبعا في الصعيد بتتميز بحاجات، الصعيد هم والدلتا بتتميز بحاجات، الدلتا والصعيد لسه الكشري الاصفر بتاع المنصوره مثلا، هو اصلا في الاصل كان يستخدم في كوجبه في الجيش، الكشري الاصفر ولا العدس؟ العدس لوحده والشوربه لا الكشري كان يستخدم معاه البروتين بيضه، وكان يستخدم في حبيش بقى البتنجان، دي بقى احنا اخترعناها افتكسناها بعدين وسميناها كشري اسكندراني. بس لكن هو كان مستخدم في الكبده الاسكندرانيه غير الكبده العاديه، تختلف الطريقه بتاعتها، هي تختلف الكبده الاسكندرانيه حباش، عندهم سر في الحباش بتاعهم مختلف شويه. طبعا اكيد حضرتك عارف ان في حاجه اسمها سياحه الطعام، وان في دول تميزت بيها جدا، وفي سياح بيسافروا دول مخصوصه عشان سعيا وراء اكلات معينه. بالظبط، احنا ممكن نعمل ده النهارده السائح قبل ما يجي الدوله بيشوف ايه الفيدباك بتاع اللي قبليهم، الاكل عامل ازاي، السلامه الغذائيه عامله ازاي، قبل ما يروح يحجز في الاوتيل بيشوف الفيدباك بتاعه، واهم حاجه تهمه الاغذيه والمشروبات لانه جاي ياكل ويشرب في الاوتيل.
فدي مهمة جدا. توثيق الأكل المصري، أكيد كلنا عارفين الأكلات الجميلة اللي كانت بتعملها جدتنا وبتعملها والدتنا واللي احنا بنحاول نعملها ممكن تكون مش بنفس الطعم، لكن إمتى نوثق الأكل ده عشان يفضل للأجيال القادمة؟ ده اللي بيحصل النهاردة في هذا الحدث، ومعنا أحد أفراد لجنة التحكيم. أهلا بيك، تعرف عليك. أهلا بيك، أنا اسمي خالد الشيخ. حضرتك النهاردة في لجنة التحكيم؟ في لجنة التحكيم. حضرت قبل كده لجنة يعني لجنة تحكيم؟ حكمت فينا؟ حكمت في اكتر من مهرجان، احنا المهرجانات المصريه دايما بنحكم فيها كلنا. تمام، لكن هل في مهرجانات دوليه؟ لا لسه. طب ايه اكتر مهرجان؟ تونس قريب رايح تحكم ان شاء الله. طبعا انت بحكم ان انت شاف اكيد سافرت دول اكيد. ايه المطابخ المهضوم حقها زي المطبخ المصري؟ يعني شايف ان الاول المطبخ المصري مهضوم حقه؟ مهضول ومش مظبوط دوليا اصلا، يعني احنا بسبب ان احنا مفيش تسليط الضوء على الحته دي، يعني احنا مهضور حقنا لدرجه ان احنا لحتى في المراكز احنا واخدين مركز متاخر قوي، يعني تحت ال20 كدولي. فاحنا المطبخ المصري عايز يترفع شويه بحيث ان الدوله نفسها. تفتكر ايه اللي قبلنا؟ ايه المطابخ اللي قبلنا؟ طبعا التشاينيز والانديان وال بالظبط، وفي تركيا وفي لبنان وفي سوريا، يعني واخدين مراكز قبلينا بكتير. ليه؟ لانهم هم اهتموا، الدوله نفسها اهتمت، فاحنا بنناشد الدوله المفروض يهتموا بالمطبخ المصري اكتر من كده. ازاي ممكن تهتم الدوله من جوه؟ يعني المفروض تخصص لنا جمعيات تبقى مسؤوله عن الطهي في مصر، ويبقى ليها اسلوب معين بحيث ان احنا نرجع تراث مصر ده تاني. انا شايفه ان انت مشارك في جمعيه فلسطينيه. جمعيه مهتمه بالطهر. بالظبط. مفيش في مصر تعليم؟ لا مفيش في مصر ده، واحنا مهضور حقنا بسبب كده. هم معتمدين على كليات سياحه وفنادق انها بتقدم اكل. هم اهتموا بالاطباق الانترناشونال اكتر والاطباق الغربيه، ونسينا احنا ايه الاطباق المصريه الاصيله. يعني حتى في السياحه وفنادق دلوقتي معمول بيعمل اكل مصري شرقي كله، لا مش كتير، يعني هتلاقيهم مش هقول اسماء بس كله، بس ما بتعملش المطبخ برضو المصري كامل، هتعمل حاجات برضو انترناشونال وبتعمل حاجات اطباق اوروبيه اصلا. احنا عايزين حاجتنا، عايزين اللي يجي مصر كسايح يشوف اكل مصري، ياكل اكل مصري عشان يتذوق ويعرف الطعم ويعرف ان دي بتاعه مصر، مش يجي بياكل وخلاص ان هو اكله خلاص، فهو عارفه من بره، راح تركيا او راح اول دوله هيبقى عارف ان ده مش بتاع مصر، فاحنا كده يبقى احنا بنضحك عليه. فاحنا عايزين نوثق ده ان فعلا يبقى في جمعيه مسؤوله عن توثيق الاطباق دي وتخص المطاعم كلها في مصر او الفنادق. هنعمل جمعيه نوثق فيها ان شاء الله، نوثق فيها الاكل المصري. اهم الاطباق اللي هتوثقها ايه من وجهه نظرك كشيف في لجان التحكيم؟ يعني الاطباق عندنا معروفه، المحشي معروف، الكشري معروف، العدس معروف، الاطباق القديمه كلها، انا ما بتكلمش على الاطباق الجديده، يعني مش هدخل بقى بشاميل ولا اطباق انترناشونال ولا الكلام ده، انا عايز الحاجات القديمه اللي امي والممبار والحمام كل ده مصري. رز المعمر، ورز المعمر، فطير المشلسل، حادق وحلو كل حاجه بالظبط. يعني لما بتسافر بره وبتشارك في مسابقات، لو اخترت طبق تعمله، ايه اكتر طبق تحس انه يعني يجتاز بالاجانب؟ بالاجانب ولا بمصري يليق باسم مصر؟ اول طبق مصري يجتاز بالاجانب، يعني انت مشارك بطبق بمطبخ مصري وهتقدم حاجه هناك عايزه تبهرهم. عايزه تبهرهم يعني احنا عندنا اكتر حاجه هنا يعتبر مشهورين بيها كشري، تمام، رغم ان هو مش بتاعنا بس احنا خلاص احنا خدناه، لان تركيا مال الكشري تركي، ترك كانت عايشه بمصر هي، احنا كل لسه بيعملوه مع واحد بس احنا اختصنا بيه، فكل الدول عارفه ان المصري كشري، او المصري مثلا فطير مشلتت، او المصري فطير بتاعنا. فعايزين الحاجات دي تتوثق وترجع تاني. بس مش هتقيم النهارده الطبق الاول على اساس ايه؟ على اساس نظافه وتقديم وديكوريشن وطعم وكل حاجه وابتكار وكل حاجه. توثيق الاكل المصري هدف اساسي ومهم جدا، وخاصه ان الطعام المصري هو منتج اساسي، عشان كده الحدث ده ليه اهميه، وعايزين نعرف كل شيف مشارك بايه، لان في مجموعه من الشيفات بقى لهم باع طويل في العمل في المجال السياحي وفي الطعام. اهلا بيك، اتعرف عليك. اهلا ياسمين محمد، شيف ياسمين محمد سخن. لو سالتك ده المهرجان كام تشاركي فيه؟ ده الثاني شاركتي فيه قبل؟ مهرجان الطبق الواحد. او كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن طبق واحد اللي هو طبق فرنساوي، قطعه اوستيك وخضار سوتيه وبطاطس بوريه، كلكم هتعملوا نفس الطبق بس الطبق بس في ابداع وفي ديكوريشن وكده. يعني مين فاز في المهرجان؟ من ضمنهم انا واصدقائي برضو كذا حد يعني. طيب جميل، والنهارده مشاركه بايه؟ ودي كانت من الف مبروك. طيب والنهارده ان شاء الله تاخدي ميداليه برضو بطبق ايه بقى؟ مشاركه برضو بطبق مسقعه
مصري اصيل، بتنجان، فلفل، بطاطس محمره، ما فيهوش بقى اي ابتكارات اللي هو زي اللحمه والكلام ده. ده شغل جديد. الطبق المصري التقليدي تيبيكال، التقليدي بتاعنا الطبق العادي، طاجن بقى، طاجن مسقعه. يعني بقالك تنسيق للطبق المصري الأصيلة. جميل. لو سألتك انت كنت بتحبي الطهي ولا دراسة ولا ايه اللي دخلك في المجال ده؟ حبي فعلا للطهي، يعني هو بقى اللي خدت، يعني دخلت مسابقات نميتها بكورسات كده، بخش ورش عمل. يعني كل مرحلة وليها بداية. أشهر الأكلات اللي بتعمليها؟ المحاشي والممبار والحمام، يعني بحب الحاجات دي. او بحب عملتي مع جانب كتير من خلال الشغل؟ لا لسه عملتيش مع، لا لسه. ما هو ده بقى ممكن تكون المرحله دي بدايه للتعامل. يعني هنا برضو استعمالك للسوشيال ميديا، في تعليقات من ناس غير مصريين، عرب مثلا؟ انا من اردن، انا من الكويت، عرب برضو. بيعجبوا بيه اكتر؟ بيعجبوا بالاكلات المصريه الاصيله اللي هي برضو المحاشي والممبار والمسقعه كل ده. بالتأكيد كليات سياحة وفنادق في مصر متخصصة جدا، لأن مصر بلد سياحي من المقام الأول، وكل مقامات السياحة موجودة في مصر. يعني هما بيدرسوا عملي أكتر منه نظري، لأن كل حاجة تطبيقية موجودة قدامهم في بلدهم. لكن كمان سياحة الطعام سياحة ليها أهمية كبيرة جدا، يمكن مش واخدة حقها، لكن أكيد الشباب اللي في الأكاديميات أو بيدرسوا في سياحة وفنادق عرفوا قيمتها من خلال دراستهم. تعرف عليك الأول. محمد عنتر من القاهرة. محمد عنتر، ليه اخترت السياحة وفنادق؟ لا، لان ده مجالي اصلا من قبل ما اخش دراسة السياحة وفنادق. ازاي؟ شغال اصلا في مطابخ من قبل ما اخش الكلية. شغال في مطابخ؟ يعني انت اصلا بتحب المطبخ؟ اكيد. طيب ايه اللي جذبك للمطبخ؟ مش اي حد بيعرف يعمل الاكل، لا اي، في حاجات مميزة. هتوجعنا بقى، مش اي حد يعرف يعمل الاكل. لا، في مش اي حد مثلا بره ايه ليه كذا مميزات، يعني بيبقى مختلف عن الاخرين كتير قوي. اختلاف كام؟ ايه اول اكله عملتها في حياتك؟ انت عندك كام سنه الاول؟ عندي 19. 19 سنه. اول اكله عملتها في حياتك امتى وايه؟ كان عندك كام سنه؟ بيتزا. بيتزا. كان عندك كام سنه؟ في 16 سنه حاجه زي كده. 16 سنه. عملتها ازاي؟ بطريقه ايطالي ولا بطريقه يعني شفت النت حد علمها لك؟ شغال في مطعم بيتزا اصلا، فاول خطوه ليا كانت في البيتزا. طلعت حلوه عجبتهم؟ اكيد، لحد ما بقيت انا الشيف بيتزا، طلعت معاهم هناك. انت بقيت شيف بيتزا؟ بس كده. فايه من اول دي بدات بقى ايه مرحله المطبخ معايا تبدا. طيب ايه الانواع التانية اللي بتجيد طهيها؟ الاكل المصري طبعا، اكل انتر. شارك بايه النهارده؟ طبق باميه باللحمه، طاجن و... باميه ولا ويكا؟ لا، باميه وباللحمه ورز شعريه. رز شعريه، ما هي الباميه مع الرز. ما هو مصري مصري، كله مصري. والباميه سبكتها ولا نايف؟ لا، مش سبكها. سبكها في الطاجن. مش المسبك بقى مش حلو للصحة ولا ايه؟ مش حلو للصحة، بس هو ايه؟ بس حلو، يعني نعمل حلو، طعمه حلو. طيب متوقع تاخد جايزة النهاردة ولا مش بتفكر في الموضوع ده؟ بتفكر ان انت ان شاء الله. المطبخ دراسة وعشق وهواية ايضا. ممكن ما بقاش دارس مطبخ لكن اعرف اعمل احلى اكل. المهم ان احنا نوثق الاكل المصري، صح؟ اتعرف على سهام عبدين. اهلا بيك يا حضرتك. شيف سهام عبدين، درس الطهي اكتر من درسة وما شاء الله، يعني هواية اكتر. درستي فين؟ في معهد الإيمان. يعني حاولتي تاخدي فكرة؟ طبعا. انت اصلا بالنسبة لك هواية؟ هواية جدا. اكتشفتي الهواية دي امتى؟ لا، ده من صغري. يعني اول مرة عملتي اكل كان امتى؟ اكل معتمد يعني ولا اكل في البيت؟ يعني في البيت اول مرة عملتي اكل ايه وامتى؟ لا، ايه دي مش فاكره، بس على طول بعمل اكل على طول، هوايتي في المطبخ. مشاركه النهارده بطبق كشري. طبعا احياء الشعب طبعا، الكشري دوت يعني مفيش زيه. بسرعه كده، مكونات الكشري كلنا عارفينها بس نحب نسمع من شيف. الكشري العدس اساسي، والرز والشعريه والمكرونه انواع، والصلصه والثوم طبعا انواع، والبصل المحمر كده. جميل جدا. شاركتي قبل كده في مهرجانات ولا لا؟ لا 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 لا. متوقعه تاخدي جايزه النهارده؟ على الله بقى، مش عارفة. إن شاء الله أحلى طبق كشري. بشكرك. سلامي. المطبخ المصري لا يعلى عليه، أكيد في أطباق متنوعة النهاردة بنوثق فيها الأكل المصري. أهلا بيك، اسمك؟ أهلا بحضرتك، أحمد شحاتة. سنة كام؟ التالتة سياحة وفنادق. مشارك بإيه النهاردة؟ كباب حلة. كباب حلة، عملته إزاي؟
بحط اللحمه اشوحها وبعد كده بنزل عليها بصل وفلفل. بتديها الصدمه الاول؟ ايوه ما بتتشوح بتاخد الصدمه. الصدمه لما تشويحها مع التوابل، لكن تاخد الصدمه من غير توابل. ما هي بتاخد الصدمه مع الزبده والزيت وبعد كده بينزل عليها بالبصل والرز. تتبيله بقى. اه جميل. انت شاركت قبل كده في معركه؟ لا اول مره بصراحه. اول مره. طيب اكتر اكله بتعملها حلو كباب الحلة ولا في حاجه ثانيه؟ طبق اسمه بيكاتا. بيكاتا بالمشروم. تمام. لكن انت بتحب الاكل المصري تعمله؟ هو انت ايطالي، تخصصك ايطالي؟ انا تخصصي انترناشونال اللي هو الاكل ال تمام. عامه ان شاء الله النهارده هتاخد جايزه وهنكمل معاك كل يوم ونشوف مين اللي هيكسب. تمام ان شاء الله. شيف أميرة كمان مشاركة في هذا المهرجان، الهدف منه توثيق الطعام المصري. توثيق الطعام المصري مهم جدا للسياح، عارفة كده؟ اه طبعا. طيب قولي لي أميرة مشاركة بإيه النهاردة؟ النهاردة عاملة طاجن ورق عنب بالكوارع. ورق عنب بالكوارع، جميل جدا. عملتيه كتير؟ اه انا يعني الانطباع بيبقى عنه جميل بصراحة. يعني تعاملي مع جانب، يعني قدمتي اكل للاجانب؟ لا بصراحه لا، بس انا جالي هيبقى تقيل عليهم الكوارع. اه طبعا. شغاله ولا لا؟ طيب والنهارده انت شايفه ايه اهميه المهرجان؟ من الاكل الطبق المصري الاصيل والحاجات الجميله اللي احنا عاملينها دي برده حلو وحادق. طبق ورق العنب بالكوارع بياخد وقت قد ايه؟ يعني انا في ايدي يعني مثلا ساعة ونص بالكتير. ساعة ونص تلفي المحشي وتعملي الخلطة وكل حاجة؟ الكوارع مثلا ساعة ونص على النار ولف. تحسبي على النار؟ اه. ما تحسبيش اللف وتعملي. لفي بقى مثلا نص ساعة أو ساعة بالكتير. ما شاء الله عليكي عشان ما حدش يحسدك. عامة إن شاء الله تاخدي جايزة. إن شاء الله يا حبيبي. بالتأكيد السائح بينجذب للآثار المصرية، بينجذب لكل مقومات مصر من مناخ وغيره، لكن الأكل المصري لا يقل أهمية، لكن يمكن إحنا مش مدينه اهتمام كافي. شيف رشا هيكل هتكلمني في الموضوع ده. أهلا بيك. أهلا بيك ومنوراني. أنتوا اللي منورين والله النهاردة بجد. كل تعاملاتك مع الأجانب وبتعملي لهم أكل وبتتعاملي معاهم؟ اتعاملت معهم ويمكن اتعاملت معهم اكتر بره مصر، وقدمت الاكل المصري بره، وكان نقول في دول شرق اسيا وهم مشهورين بالمطبخ الانديان فود والتشاينيز فود. الشاينيز فود والانديان فود، وللاسف يعني اكتشفوا المطبخ من هناك، يعني ما كانوش متخيلين. اكتر حاجه يعرفوها الطعميه والفول، الكشري. طب ايه الباقي؟ لا، ما كانوش يعرفوا ده. قدمنا لهم الحواوشي، قدمنا لهم هناك طبعا بالاضافه للكفته، ما كانوش يعرفوا الكفته، كان معتقدين ان الكفته هي الكباب اللي هو زي التركي. لا، احنا عندنا يعني مصطلحات مختلفه عن الشام، فبالتالي احنا بدات ان انا كنت من هناك كان بدات التعارف بالاكل المصري فعلا على حق. جدا. ويعني تفتكري ايه اللي بينقصنا عشان نبقى ايجيبشن فود، ايجيبشن كويزين زي تشاينيز كويزين، رغم ان انا يعني اكلهم مش زي اكلنا؟ بصي، ناقصنا يبقى في مسابقات دوليه احترافيه للمطبخ المصري. الشيفات نفسهم لما يطلعوا بره يبقى عندهم اعتزاز في المسابقات اللي هم بيطلعوا بيها بره مصر، يبقى باطباق مصريه اصيله ببرزنتيشن يعجب الدولي، يفهمها الدولي، عشان يبتدي ان هو يتقرب للمطبخ. حلقتنا النهارده كانت من منطقه غنيه بالاثار وغنيه بالسياحه، هي منطقه سقاره. اكيد سقاره زي ما بتشتهر باثارها بتشتهر بريفها وجماله، لكن كلامنا النهارده ما كانش عن الاثار، كلامنا النهارده كان عن سياحه الطعام والمطبخ المصري. الى اللقاء وحلقه جديده.